يعطيكم العافية مشاهدينا، وأهلا وسهلا فيكم بقناة كوكينج لبانيس فود. اليوم بدنا نعمل سوا إذا الله راد اللوبي بزيت، طبخة كتير طيبة نعملها أكتر شي بفصل الصيف لأنه بيكون موسم اللوبي. بداية أنا بحاجة للوبي، وإذا كان عندكم لوبي بادرية تكون أطيب كمان بالطعمة. أنا أول شي شو بدي أعمل؟ بدي جهز التوم عندي، وبدي جهز البصل. بصل بدي أعمله جوانح، والثوم مثل ما هني بس قشرهم تقشير. اما اللوبيا فبدي غسله كتير منيح، وبرجع بقطعهم لاحجام متوسطة الحجم. يلي بدي اعمله اعزائي، اول شي بدي احط عندي ربع كوب بالطنجرة يلي بدي اطبخ فيها اللوبيا. مجرد بيحمى، ما بيسوى انا اتركه يحترق، مجرد بيحمى الزيت بضيف عليه البصل جوانح، بقلبهم سوا مع الزيت، برجع بضيف الثوم. اللوبي معروفة انه يكون فيها كمية ثوم منيحة. المقادير كلها اذا الله راد رح بتلقوها بصندوق الوصف اسفل الفيديو بالديسكريبشن. بقلي البصل والثوم سوا لحد ما بحس لونهم بلش يتكرمل. بعد ما بيتكرملوا عندي انا بكون مجهزة اللوبي طبعا ومغسلتها منيح، بضيفها عندي على البصل والثوم. يلي بدي اعمله، بدي يصير كل 5 دقايق بقلبهم او نسفهم تنسيف، حتى كل حبة لوبيا تتغلف عندي بالزيت الزيتون وتطعم من البصل والثوم. هيدي العملية انا بستمر بعملها لمدة ربع ساعة لحد ما بحس انه اللوبيا صارت نص استوى. بعد ما بحس انا انه اللوبيا صارت نص استوى بضيف عليهم البندورة الحمراء. ضروري ضروري أعزائي طبخة اللوبي تكون البندورة حمراء عندي، يعني ما تكون قاسية مثل السلطة، بدها تكون حمراء ومستوية. شو بعمل أنا؟ بغسل البندورة عندي وبفرمها فرمي خشني، وبرجع أضيفها عندي على اللوبي. بس قبل ما بدي أضيف البندورة بدي أضيف الملح والبهار الأبيض حلو، هي بهارات اللوبي فقط لا غير. بنسفهم سوا، وبكون انا جهزت البندورة الحمراء وبضيفها عندي على البندورة وبخلطهم سوا، وبتركها تقريبا هون بدها شي ربع ساعة لغاية ما تستوي وكل هالطعمات تتشرب بعضها. بصير انا كنت في حركهم، وبعد ما بيمرق ربع ساعة بدوق انا اللوبي. اذا استوت عندي طفي النار تحتها وتكون اللوبي بزيت جهزت عندي. يعني شوفوا مهلا طبخة سهلة التحضير وبنفس الوقت كتير طيبة. هلا نحن بلبنان نغمسها بالخبز العربي، نغمسها بالخبز مع بصل مع فليفلي خضرة. انتو كمان هلا هون اذا بتحبوا فيكو اثناء ما انتو عم بتقلوا البصل والثوم فيكو تحطوا قرنحل. هلا هيدي شي هون اختياري. أعزائي من قناة كوكينج لبانيس فود، اليوم جهزنا سوا اللوبي بزيت. بتمنى تجربوها وتخبروني كل تعليقاتكم بالكومنتات، وإذا عجبتكم ما تنسوا تضغطوا اللايك والسبسكرايب بالقناة إذا أنتم مشتركين. وأهلا وسهلا فيكم دايما بقناة كوكينج لبانيس فود.